بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا بكم على طاعته وعلى مائدة التفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعنا بكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نجتمع في هذه الليلة المباركة مع شيخنا المفضل أبي اليوسف محمد العسيري حفظه الله، ونشكره بداية على تجشم مشاق السفر وعلى تعطيل بعض النشاطات من أجل أهل ورزازات، فأسأل الله تعالى أن يثيبه الثواب الأوفى وأن يجزيه الجزاء الحسن، إنه جواد كريم. وكما لا يخفاكم أن خير ما يتدارسه المسلمون وينفقون فيه الأوقات والطاقات ألا وهو مدارسة كتاب رب الأرض والسماوات، فهو الروح وهو النور وهو الهدى وهو الموعظة، وهو الذي جعله الله تعالى مباركا في لفظه، مباركا في معانيه، مباركا في أثره. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حتى لا أطيل في المقدمة، فالشيخ حفظه الله سوف يتدارس مع إخوانه في هذه الليلة المباركة بعض ما يلوح من المعاني السابقات في قول الله جل وعلا وحول قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالكلمة له حفظه الله موفقا مسددا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فلا يفوتني في البداية أن أتقدم بالشكر لإخواني المشرفين وفي مقدمتهم سيدي محمد الشيخ الدكتور الذي ذكره أنه تجشمت وفعلت، لكن في الحقيقة الفضل لله ثم له في هذا اللقاء المبارك. نرجو الله تبارك وتعالى أن يثيبه وأن يجعله فاتح الخير
نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه مرضيه، وأن يجنبنا وإياكم ما فيه مساخطه. طبعا المقرر هو إضاءات ولا لندن حول قول الحق جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ابتداء أقدم المقدمة، ما القصد من تلاوة القرآن، قراءة القرآن؟ طبعا القصد هو تفعيل تلك المعاني التي يتفهمها العبد من خلال قراءته. فالخير كل الخير أن يقرأ الإنسان القرآن لأجل أن يهتدي به، وذلك أن أعظم مطلوب لدى المسلم هو الاهتداء. لذلك نكرر هذا الطلب لربنا جل وعلا مرات وكرات في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الطلب ربنا جل وعلا سيبين لنا مصدر الهداية في أول آية، حينما قال ربي جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. إذا فكتاب ربي جل وعلا هاد لنا، وكأن الإنسان في طريقه إلى الله يحتاج في هذه الطريق إلى ما يهديه، لن تجد أحسن ولا أكمل ولا أجمل ولا أقوم من كلام الله سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذا احنا حينما نتذكر آية أو أي شيء من معاني القرآن، تخص كل إنسان القصد من هذا شنو هو؟ الاهتداء وتفعيل ذلك في الواقع. وهذا يؤيده كذلك ويبينه قول الحق جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به وجعلنا له نورا. إذا أنت من تجد القرآن ولا تتهز القرآن تتوي تقرأ بحقيقة كشتوي، أنت كأنك أش واحد واقع عليه هو مظلم، وفي واحد طريق اللي هي أش ما فيهاش شي هدايات ولا شي بينات، فتريد من هذا القرآن أن يهديك إلى الطريق السوي، فتجد الجواب في كلام الله تبارك وتعالى نورا. أولا ينير لك الطريق، ولذلك شوف الإنسان اللي تيكون ملتزم دروك مستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ما تتخبطش فيه، تدق على واحد المدى معين وغادي في واحد الطريق نقي في حالته ونقي في صورته إلى غير ذلك. الذي ينأى عن القرآن تيتمرد شي شوية، لأنه واحد لغة أخرى غادي في واحد الطريق اللي هي مظلمة، واحد الطريق اللي هي مظلمة شديدة الظلمة عتيمة النور، ما عندوش باش يدوز، طبيعي أنه أش مرة غادي يطيع، مرة غادي يخرج شي واحد، مرة إلى غير ذلك. فلذلك كلام الله تبارك وتعالى نور يستضاء به ويهتدى به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي شيء حالة أحسن حال اللي تعيش أحسن حال هو أهل القرآن. من هذا المنطلق غادي نحاول نمشي شوية حول هذه الكلمة والتي يتبين فيها نعمة الله تبارك وتعالى العظمى على هذه الأمة أن حفظ لها قرآنها. لأجل هذا الشيء اللي نقول نحن دابا هذه المقدمة، قلنا أن القرآن نور يستضاء به، بنا نفعله في حياتنا، بنا نعيش واحد الحياة اللي هي زوينة، ما بنا نتخاصم مع حد، ما بنا إلى غير هذا. الله تبارك وتعالى توجه باش بحفظه لهذا القرآن. تلقى أنت القرآن بين يديك، ألفاظه معانيه ألفاظه محفوظة، معانيه هي محفوظة بجهود أهل العلم.
إذن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شوفنا هذه الآية الآن هي آية منتزعة من سورة الحجر وجاءت هذه الآية في مطلع السورة في بدايتها كناية على أن لها شأن. سورة الحجر تنتمي إلى مجموعة ألف لام راء. القرآن فيه فواتح السور وفيه أسماء السور وفيه بزاف الحوايج اللي عاش العلماء تيدرسوها كل شيء باعتبار. العلماء شافوا سلطوا الضوء على خمسة السور لقوها كلها تفتتح بألف لام راء. كاين يونس، هود، يوسف، الرعد، ألف لام ميم راء، ولكن أش إبراهيم الحجر. هذه خمسة تسمى أش سور أش آل ألف لام راء، نقول ذوات ألف لام راء. كما كاين الحواميم، كاين اللواميم. أشنو هما اللواميم؟ هي السور التي تستفتح بألف لام ميم، وهي نوعان، كاين المدنية البقرة وآل عمران ألف لام ميم ألف لام ميم، وكاين اللواميم المكية اللي هي راهية بعض القصص العنكبوت والروم ولقمان والسجدة شخر خمسة ألف. كاين العنكبوت والروم ولقمان والسجدة شحال هادو؟ ربعة ألف. هذه مجموعة ملي تتبحث فيها تلقى واحد القاسم المشترك إذا حنا اللي تيهمنا حنا دابا الآن هاد الصور الخمس المفتتحة بألف لام راء. ملي تجي تشوف في افتتاح هذه الصور تجد بينها قاسما مشتركا وهو الكلام عن كلام الله، الكلام عن هذا القرآن. أعطتك واحد عبارة أخرى أوصاف تاع القرآن اللي هي تزيد من الإغراء. احنا دابا الآن نريد من خلال هذه الكلمة أن نغري إخواننا بكلام الله وأن يقبلوا عليه. كان الإنسان تيقرأ مثلا واحد القدر بينا يزيد شوية، الإنسان وصل في الحيض واحد القدر بينا يزيد شوية، يعني بعبارة أخرى أن تشتد شهوته للقرآن، يكونهاش النفس تاعو هو القرآن. يونس أول هذه المجموعة استفتح بماذا؟ ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، وانتبه معي للكتاب راه بيتكرر إلى آخر الصورة بيتغيرش الأسلوب ما عليناش. إذا تلك آيات الكتاب الحكيم، وهنا وصف الله تبارك وتعالى كلامه باش بالحكمة، بالحكمة. والحكمة معناها وضع الشيء في محله قولا وفعلا، تتحط الحاجة في بلاصتها. هذيك العشوائية اللي تتكون عند الناس في الأفعال وفي الأقوال، إلا القرآن تضبطها لك، تتولي أي حاجة بغيتي ديرها كلمات تهتدي بالقرآن. لأنك أنت الآن كيف قالت أم عائشة لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي. إذا نحن أنت وأنت تمشي بالقرآن معنى أن كل حاجة غادي تحط في بلاصتها، كل حاجة غادي تحط في بلاصتها. إذا فوصف ربنا جل وعلا كلامه في أول هذه السور بالحكمة. بعدها ستأتي سورة هود، وراء هذه كلها صور مكية. شيخ محمد وعلي احنا دابا الآن كل صور مكية، بمعنى أن نحن الآن بحال الحالة اللي كانت تعيش النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حالة في الطعف، حالة الأزمة، يعني محتاجين شي حاجة اللي تقوي المعنوية تاعنا، شي حاجة اللي نشدوا فيها حتى إن شاء الله تهون علينا هذا الضعف وما إلى ذلك. إذا تجيو سورة هود تلقاو تاني ألف لام راء، شفنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هنا غادي يتزاد القرآن، غادي يتزاد لي واحد الوصف،
إلى جانب الإحكام، إلى جانب الحكمة عفوا، أنه محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كل حاجة محطوطة في بلاصتها. إذا فيه حكمة وهو محكم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذا إحكام ثم تفصيل، ما فين تكلف كل حاجة مفصلة بينا. ثم تكلم في مطلع هذه الصورة عن المصدر، المصدر هذا الكتاب، فهو من لدناش حكيم، لأن بلا الحكمة نجينا من الحكيم الخبير. يعني قاعد أتكلم متى يقول لك مثلا الخبير راه دار الدراسة تاعه وخرج بكذا، ما يتكلم حتى شي واحد، لأن هذه تسمى خبير، الخبير معناش العليم ببواطن الأمور. إذا احنا غادي نتناقشوا في الصفات اللي بشأنها قلناهاش أنها تبين قيمة كلام الله تبارك وتعالى. إذا تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. غادي يجي بعداش سورة يوسف. سورة يوسف طلعت شنو هو؟ ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. كتاب فيه حكمة، محكم، مفصل، كيف سيكون؟ مبين. هذه بحال قلتي وحدة تلحق لوحدة. إذا الصفة الرابعة أن هذا الكتاب مبين. معنى مبين؟ أي حاجة محتاجنا ربينها لك. مبين في نفسه مبين لغيره. حتى الكتب اللي هي غير كلام الله، هذا القرآن بين بطلانها. ولذلك غادي تجي الآية اللي قبل من الآية اللي بعد سورة الإسراء، أو أول آية في سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. من قال وتيقال داش الآخرين. إذا هذا حال هذا الكلام. إذا نشوف دابا حكمة، إحكام، تفصيل، بيان. هذه الصورة الثالثة. صورة الرعد ما عندنا ما نديرو بها، توسطت لغاية ربما يقدر يجي الكلام دابا. بعد ذلك سورة إبراهيم. سورة إبراهيم اش فيها؟ ألف لام را. يعني تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. تلك آيات الكتاب، ما صفة هذا الكتاب؟ ما تقالش باش تبقى عقل اش على الصفات اللي ذكرت قبل. حكمة، إحكام، تفصيل، بيان. ثم قال والذي أنزل إليك من ربك، هذا الكتاب هو الحق بعينه، هو الحق. بعد ذلك ستأتي سورة الحجر اللي حلا الآية اللي بغينا نتكلموا فيها من هذا، من هذه السورة المباركة. أول ما يلفت الانتباه، انتبه معي، أول ما يلفت الانتباه من هذه السورة شنو يقدر يقول لي؟ يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر. أول ما يلفت انتباهك في هذه الصورة شنو؟ ها؟ الله يعطيك الصحة. الاسم. إحنا جينا الأنبياء. يونس كذا كذا كذا، جينا ما نسموهاش الحجر. الحجر. شنو هو الحجر؟ إذا الحجر هذه المادة اللي هي تاع الحاء والجيم والراء تدور حول أش؟ حول المناعة والقوة. حول المناعة والقوة. واللي غادي يزيد الغرابة في هذه الصورة وهو أنه أش؟ لم يأتي الكلام عن أصحاب الحجر إلا في سطر أو سطر ونصف تقريبا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. آمنين. إذا هذا الحجر اللي داروا قوم هاشم، قوم صالح، قوم صالح ثمود، داروا لأجل حماية أنفسهم زعما منهم.
لأجل حماية أنفسهم أن هذه الحجرة أش كله غادي تسطح باش بكلام الله تبارك وتعالى. ولذلك غادي ناخذ الصورة بواحد الوجه أخرى، أن هذه الصورة يسموها العلماء بصورة الحفظ، بصورة الحفظ، لأن الحفظ تكرر فيها مرات وكرات. بمعنى يا عبد الله، يا من يريد أن يحفظ في دينه، إذا الله تبارك وتعالى حفظ لك الدين تاعك باش بهذا القرآن ما إن تمسكت به. ليه طرقة تكتفني حبيبي؟ إذا فهذه الصورة المغزى والمقصد اللي بين فيها هو الحفظ، حفظ الله تبارك وتعالى للأشياء. فأول ما نجداش هذه الآية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يأتي بعدها ما يدل على الحفظ، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الحفظ مرة ثانية. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي لأجل الحفظ، حفظ الأرض لأجل ألا تمور. وإن من شيء إلا عندنا خزائن، الخزائن تحفظ الأشياء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أش كاين هنا؟ حفظ الله لعباده، حفظ الله لعباده. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هنا ربنا جل وعلا أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في أي صورة أن أقسم الله تبارك وتعالى بشيء بعمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الصورة، كناية على حفظ سيرته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من مظاهر الحفظ. إذا حفظ ربنا جل وعلا لنا هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، فأنت أيها العبد هنا غادي تولي أنت مطالب بأن أجل بأن تتخذ القرآن، بأن تتخذ القرآن هاديا، وأن تعيش على معاني السماء. ولذلك بعد هذا إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، غادي يجي أجل غادي تجوج الآيات تتكلم على الزنا، الزنا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال فبما، قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض. العلماء تتكلموا دائما في المناسبات، علاش تذكر الجوج هنا، علاش تذكر هذه هنا، علاش إلى غير ذلك. مثلا ثقيلة وردت في القرآن مرتين، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثانية شناهي؟ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وشنو المناسبة بين هذه وهذه؟ تيجي تهدو العلماء تيقول لك بأن ذاك اليوم الثقيل اللي هو ستقدم فيه على الله، لن ينجيك إلا تمسكك بالقول الثقيل. اليوم الثقيل دراسة، ويظهرون وراءهم يوما ثقيلا، اش اللي يقول ينفعك؟ وتمسكك بالقول الثقيل. إذا هنا لقينا الزينة، وهنا لقينا الزينة، مزيان احفظ معايا، تنجي وتلقاو في ثنايا أو ما بين هاتين الآيتين واحد الكلام اللي هو غريب شوية. شنو هو الكلام عن خلق الإنسان؟ كيفاش؟ الكلام عن خلق الإنسان ورد في آيات كثيرة، لكن هنا بالضبط قال ربنا جل وعلا بأنه خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. صلصال حمأ مسنون، من حمأ مسنون. أشنو الحمأ المسنون؟ هو ذاك الغيث اللي نتيل. ولم يأتي تكرار هذا الوصف في أي صورة. يقول لنا نقول المناسبات، علاش الله تبارك وتعالى؟ لأن القرآن هذا الشيء يسميه العلماء، يسميه التثوير،
تتويل القرآن على هذه لا على هذه لو تتساءل ربما قد تظفر أنت بجواب أو قد تجد أهل العلم قد تكلموا في ذلك فيتغذى القلب على هذه المعاني. إذا إحنا إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ضح ذكر القرآن إحنا ندخل نروح نقل آش ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين قال ربي ما أغويتني لأزينن له في الأرض عندك آش جوج بحالات مرة تطلع عينك الفوق ومرة آش تتنزلها تحت. هذا الإنسان إن عاش على معاني السماء المتمثلة في القرآن الذي حافظه ربنا جل وعلا لنا هنا آش الإنسان في ولي آش يسمو ويرتفع وتكنة اللي هو تنسبه إحنا الخنز آش في ولي تحيد منه لأن كلام الله تبارك وتعالى طهارة لاش كل شيء القلوب الأبدان شو ده الواحد الإنسان اللي يعيش على معاني الدين معاني القرآن معاني السنة كي تكون في حاله. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين شوف علو طهارة اللي بدي بخلاف الإنسان حينما يعني يتعلق بسفاسف الأمور يتعلق بالدنيويات كي غادي يكون كي تكون حاله من الإنسان ما بقيش تيبي آش القرآن الذي حفظه ربنا جل وعلا لنا تيولي تيبي تأود دنيا وبيع ويشري إلى غير ذلك من الأمور تيولي الإنسان آش عايش واحد العيشة اللي هي صعيبة شوية فيتسلط عليه إبليس. لذلك بعدها قال رب ما أغويتني باش نصيدهم أنا لأزينن لهم شوف في الأرض وكاين هادو اللي هما عايشين على معاني السماء غادي يوصفهم الله تبارك وتعالى في واحد آية غادي يقول آش وعباد الرحمن الذين يمشون آش على الأرض اشتي بكم هنا اختلف آش حرف الجر في مع على لكن اللي بمعاني السماء اللي بكلام الله تبارك وتعالى محفوظ وجن ويتحفظ تولي آش تكتب لي الله تبارك وتعالى العلو تكتب لي الله العلو وعباد الرحمن الذين يمشون آش على الأرض لخر لا في الأرض التي تفيد آش الدنيا وللغماس في الشيء وبالتالي يخرج من هذا الإطار اللي هو إطار آش العبودية لله تبارك وتعالى. غادي يجي بعدها آش واحد الآية فيها آش ولقد آتيناك سبعا من المثاني هذا القرآن الذي حفظته لك لا تقدر قيمته بقدر. إذا أنت وفقك الله وكنت من أهل القرآن أعطاك الله تبارك وتعالى كل خير. لذلك بجي وحده ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم الآية شوف إلى الآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هذه كلمة حكرة لفوق لفوق ولقد جعلنا في السماء بروجا علو لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا زهرة حياة الدنيا كاينة في طهر أنا ما كاينة زهرة حياة الدنيا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فالإنسان اللي تيكون مع كلام الله تبارك وتعالى وعطيه الله القرآن فقد أعطاه كل شيء دير جني في هذه بيتي ودير في هذه بيتي إنك تارك هذا محل لغيره وإلا لو كانت مثلا الإنسان كلما ملك شيء ملكه حقيقة لا مقصود كاع أنت. إذا الله تيقول النبي صلى الله عليه وسلم تيقول نحن بالتبع ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا الإنسان اللي آتاه الله تبارك وتعالى القرآن وعرف قيمته يغنيه عن كل شيء لا تمدن عينيك. ولذلك الإنسان باش يحارب شوية الدنيا وتغلغلها في قلبه عليه بكلام الله يعاشر شوية كلام الله لأن كلام الله يعطي الإنسان الغنى الحقيقي.
هذا المعنى غادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. كل كيفسر من العلم يستغني ولا اش يحصل له الغنى. الانسان ملي تيكون مع شرق الله تبارك وتعالى وما تيتغناش به من الناحيه الداخليه، كاين شي خلل تماك، كاين شي خلل تماك. اذا فالذي اكرمه الله تبارك وتعالى بالقران فقد انعم الله عليه النعمه العظمى، النعمه العظمى. اذا باش ما يتحكش في هذا القران ويقدر يضيع منه، قال الله تبارك وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إذا من مغزى هذا الحفظ أنك أش أنك تنتفع به أنت أولا، تنتفع به أنت أولا وتفعله في حياتك وتعيش مقام العلو، وأن لا تنزل إلى سفاسف الأمور. من مغزى هذا الحفظ وهو الأمر الثاني غادي يجي في قول الله تبارك وتعالى: فاصطاع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. حنا دابا تنعيشو واحد الوضع اللي شوية اش مزري، شوية تبراتا خوتنا في بقاع العالم سواء في غزة أو في غيرها يتخطفون ويصيبهم من البلاء ما الله به عليم. اش بغينا نديرو حنا؟ نبقاو نبكيو على الأطلال ونكرو في كل بلاصة؟ لا لا، خصنا نجتهدوا في تحصيل القرآن وفي تعلمه وفي تعليمه. هل يقول لي ما فائدة هذا الأمر؟ واحد تقتل أنت تقول لي القرآن من شأنه أن يصدع حصون الأعداء، هذا هو المغرب. قال الحجر، سورة الحجر، أنت إذا اصطاع بما تقول لأن اصطاع بحال شحال بتهرسها هذيك الحصون كلها اللي داروا على الأعداء لأجل أن لا يصل الحق إلى الغير، لأجل إذهاب الحق. هذه الحصون كلها تتلاشى مع قوة القرآن، تتلاشى مع قوة القرآن. ولذلك رب العزة والجلال غادي يقول في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أش قال بعدها؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. نهاية هذا الكلام نهاية غير تلقاهاش: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. من المعاني ولا من الاشياء التي يبحثها العلم اضافه الى ما قلنا علم المناسبات، وهو داخل في علم المناسبات، المناسبه بين المطالع والنهايات، المناسبه بين مطلع الايه والنهايه. كيفاش دابا كلام الله تبارك وتعالى محطوط بواحد الدقه متناهيه. هذا اي علاش جاي هنا الاول الاخر كذا، انا تسحب لك شي محطوط يراكوع شويه اذا بغيت تحيد ايه وتجيب بلاصتها ايه وكذا ما يمكنش مش ابدا. قالوا على جبل الله تبارك وتعالى قالوا: هو اعلم بمراده لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا. وذكرنا في البدايه تصدع حصون اليهود والذين كانوا يظنون انهم مانعتهم حصونهم من الله، لانه صار هناك اهل القران بمجرد غير تسمع الصوت تاعهم الذي تسمع الذكر تاعهم إلا أش والرعب يذب في قلوب الأعداء. إذا فأنت أيها المسلم أجمل وأحسن ما يمكن أن تنصر به قضايا المسلمين الآن هو أنك أش تعلم القرآن وتعلمه، وهذه هي الطريق الصحيح. وإن كانت غتكون شوية طريق شوية طويلة وشاقة، لكن تبع لك هو هذا: فاصدع بما تؤمر. وهذا المشركين اللي كذا لنا تخليه، وأعرض عن المشركين، وخاصة إلا أش ما تحيطوش بالكم أن هذه الآيات ولا هذه الصورة كغيرها من الصور نزلت في العهد المكي، العهد اللي هو كان اشتداد الأذى فيه على المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الجيران، وهذا هو ديدنه وتربيته، تربية الرجال اللي غادي يحملوا القرآن. هؤلاء هم الذين سيصدعون حصون الأعداء.
هم الذين سيصدعون حصول الأعداء. ولذلك قوم صالح اللي جعلوا لأنفسهم حصول تمنعهم من الله، جاء في الخلق قال فاصدع بما تؤمر. ونحن نعيش كذلك أيضا حالة الضيق وحالة الشدة، وهذا جاء في الأخير قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. جاءت في النهاية البداية أش تكلمت عن الكتاب وعن القرآن، تلك آيات ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قال لك لأجل أش أن تنكشف الغمة، لأجل أن ينكشف هذا الضيق، تخص الناس أش يتمسكوا بالقرآن. فالقرآن فيه أش فيه شفاء للصدور، فيه راحة وفيه طمأنينة. ما يبقاش إنسان يوغل في المشاهد التي من شأنها أن تضيق من صدري. مزيان تشوف حالة الجوج اللي تعرف الواقع وتعرف حقيقة الأعداء، لأن بهذا الواقع انكشف القناع واستبان مدى حقد وغيظ أهل الكفر على أهل الإسلام. هذا الحمد لله عرفناه. إذا لا توجد حتى تولي أش المعنوية تاعك مشاكلك، فلأجل إذهاب هذا الضيق تمسك بكلام الله وقرأ كلام الله. وهذا هو السر لله تبارك وتعالى أضاف هنا كلمة القراءة في قوله تلك آيات الكتاب وقرآن. هنا تزداش القراءة وهي في آخر هذه الصور. لولا تلقوا الكتاب 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 جينا لا شدنا تلك آيات الكتاب وقرآن. يعني الكتاب هو أش محفوظ، يعني الكتاب من الكتاب والكتابة تحفظ بها الأشياء. ثم قال وقرآن، وقرآن ووصفه بالبيان وقرآن مبين. إذا كخلاصة حتى لا أطيل على إخواني، كخلاصة لما ذكر أو خلاصة ما ذكر أن الله تبارك وتعالى حفظ لنا هذا الدين. إذا حفظ لنا هذا الدين فاش في القرآن، في شخص القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا فعش رحمك الله على معانيه، معاني القرآن تمس به أنت الأول، ها وتطبقه في حياتك، وتطبقه في حياتك. بعد ذلك ستنتقل أش إلى إصلاح الغير فاصطاع بما تؤمر. وهذا يمكن نجمع أش في آية تلخص لك هذه الشيء، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر الصالحين. ها مصلحين ما تكسر والفرق بين علينا قلنا والذين يمسكون بالكتاب تشد في الكتاب زيان ويقيمون الصلاة، هادو صالحين ماشي صالحين؟ صالحين. طيب يمكن نقولوا إنا لا نضيع أجر الصالحين؟ لا، هادو بقوا الصالحين تعدوا أش الصلاح إلى إصلاح غيرهم. فاصطع بما تؤمر قبل ما توصل. كذا يستحيل أنك عاش تكون في المستوى إذا كان الناس دلوقتي يبدو على الأطلال مين نديره كذا وهذا وتلقى هو مخصوص، تلقى هو مخصوص أنا يمكنش. إذا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة هذا هو المنطلق تاع الإصلاح. عندك صحاب الكفر عندهم مشكل حيث أنت صالح؟ لا لا، إذا كنت صالح صالح لنفسك. إمتى تدرع وإذا تبدأ الإشكالية؟ ملي تبدأ تصلح غيرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما كانش عنده مع 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 قريش المشكل، كان يلقن في الجاهلية بلاش بالصادق الأمين، يعني بالصادق الأمين. لكن ملي بدأ يصلح الناس هنا أش هنا بدينا القضية. إذا فهذا القرآن حفظه الله لأجل أش أن تتمسك به فتصلح نفسك أولا. وأعظم ما يهدد صلاح الإنسان هو الدنيا. لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أول حاجة اللي هي تتأثر على الإنسان في علاقته مع القرآن هي الدنيا. ولذلك جاء الله تبارك وتعالى وبين حقيقتها وبين ما من شأنه أن يحد منها، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني. اللي يمكن يغنيك به الله تبارك وتعالى على الدنيا وتعيش واحد الحياة اللي أرى هو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه في سورة الإسراء قبل ما يتكلم الله تبارك وتعالى معاني القرآن، معاني القرآن التي تواترت
وتواردت تقرأ في هذه الصورة قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الآية عبد يتكلم على معاني القرآن نزول القرآن ما هو شفاء إلى آخره. إذا عرفوا على الحقيقة أن أشخاص خلينا شو يعمل الدنيا بيكون الإنسان عنده هذا التهافت إذا قال فاصطاع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الإنسان ينعش على إصلاح صلاح نفسه وإصلاح غيره هنا غادي يجي قول الحق جل وعلا فسبح بحمد رب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. زاد تاع الطريق راهو كلام الله هو التسبيح هو تعيش على الطاعة والعبادة حتى تلقى الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل في علاه أن يحيينا وإياكم مع كلامه. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد أنها ورخاءها واستقرارها وسيادتها. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين ويحفظنا بالإسلام قاعدين ويحفظنا بالإسلام راقدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا الشيخ المفضل على هذه الكلمات وإن كانت وجيزات ما كنا نريد أن يسكت الشيخ لكن هذه الكلمات هي زبدة ما يقال في هذه الآية من حيث المعاني العظام التي تلوح في معناها أو في معانيها أو في مفهوماتها. لذلك نشكر أخنا الشيخ سيدي محمد على هذه المحاضرة الدقيقة التي تحتاج إلى فك وتحتاج إلى شرح لأنها كما ذكرت تحدثت عن دقائق في معنى تلكم الآية وإن كانت ذكرت قليلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله جل وعلا ما به النور وحفظ الله جل وعلا ما يهتدى به في ظلمات الفتن ومتهمات الزمان وحفظ الله جل وعلا ما تقوم به الأمة هذا الكتاب القيم القيم والقائم في نفسه والمقيم لغيره. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل أعماله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. عرفتكم باقي ما شفتوش خاصة أنا اللي حدا شوفوا العمسي لكن شي سؤال في الموضوع مرحبا الشيخ راهد مستعد. في الموضوع أي في الموضوع إذا كان في نص الموضوع لا الربع في الموضوع لا على سبيل الجمع في حلقة حول أثناء الآية ولا أثناء ما ذكره الشيخ جزاه الله خير. هل يأثم من نسي ما حفظ من القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل الأخ قضية مثل الإنسان إذا نسي ما حفظ
إذا كان الإنسان تيدير لا في الوسع وعنده أوراده وتيعرج قرآنه ولكن ينسى منه بعض الشيء يعني يتشي حاجة ولكن المصيبة شنايا أن يتعمد الإنسان وهجر القرآن أن يتعمد الإنسان وهجر القرآن وبالتالي أشي يتسبب هذا الهجر في النسيان ولا شك أن الإنسان يأثم هذه نعمة عطاها الله تبارك وتعالى ما حافظتش عليها الله تبارك وتعالى قال ولا تسألن يومئذ عن النعيم إذا كان الإنسان يتسوي على شربة الماء ظل بارد ورطب معدودات هذا والله من النعيم الذي تسألون عنه كيف بكلام الله الإنسان ينسى أشكال أنه سيسأل عن ذلك إذا الإنسان يدير مجهوده وإذا جاءت حاجة مطلقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أضيف أن الإنسان حينما يبتعد عن كلام الله يكون هنا عرضة للإبليس يكون عرضة للشياطين الإنس والجن ولذلك الله تبارك وتعالى هذا الناس هذه النوعية غادي يشكلها النبي صلى الله عليه وسلم من الله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال بعدها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فبمجرد تخلع القرآن تيجي واش أعداء الله وغادي يقول في آية أخرى في سورة البقرة قبل من واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أجل قلنا ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين إذن تعالى الإنسان كلا الله تبارك وتعالى أنا أجل يكون الإنسان عرضة للشياطين ولذلك إذا نقول إحنا بالنسبة للقرآن راه هو بحال النفس راه الإنسان لا يعرف قيمة القرآن إحنا دابا تنتكلمو في الله تبارك وتعالى عرفنا وإياكم قيمته الإنسان إذا فات تعرف قيمة القرآن والله ما يقد باقي خيرلو يتبدل في جواب بحال شي واحد تياكل ما قد وطل شي واحد فيه الشراهة وتيحطو ليه المسائل اللي هي لذيذة باش بعد حبس راه ما يلتش يحبس كذلك مع كلام الله تبارك وتعالى ولذلك تيقول لنا عثمان رضي الله عنه والله لو طمرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله قضية يا شيخ شي شوية لقد يقول لي باقي نتعلق شوية بالدنيا وباقي باقي سنة الدين وباقي كذا وباقي كذا وإلا في الحقيقة اللي البلاء شي شوية تنقى ما باقي شي سخاش كلام الله تبارك وتعالى الله يوفقك جزاك الله خير شيخنا نريد بعض النصائح العملية لحفظ القرآن الكريم خصوصا بالنسبة لكبار السن بعض النصائح اللي هي عملية لحفظ القرآن الأخيرة التي سولنا على بعض النصائح اللي هي عملية لأجل أن يوفق الإنسان في حفظ القرآن قبل ما تبدا تحفظ القرآن نقول فين غادي لأن أي حاجة بغيت ندخل ليها تنقول أش اللي بغيت يعود عليا منها باش من النفع دابا مشكلتنا حنا هو كاين اللي تيحفظ القرآن بحكم العادة ولا حد عيني لقى الالتزام في البيت ولا المشكلة هو ما كنعرفوش قيمة هاد الشيء اللي حنا غاديين فيه راه كي قلت لك إلا سمعتي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك هذه الدنيا إلى الإنسان دابا جا ولا شي واحد قال لك شوف نخيل فاش بين حفظ القرآن أنك ترزق الحفظ تاعو ولا نعطيك الدنيا كلها أنتم غادي يقولوا كلكم بين حفظ القرآن ولكن بلا بين إجابة متأنية لأن ملي تقول بغيت حفظ القرآن معناه عرفتي حقيقة الدنيا عرفتي حقيقة الدنيا ولذلك شوف معايا سورة الحديد قال الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. سابقوا سبق الخير ومن بعد الخير هو كلام الله. متفقين يعني؟ خبرنا هذا الآية إيش قال؟ ما هذه الصحة؟ اعلموا ما يمكنش تسابق في الخير وتمشي في طريق الخير وتواصل طريق الخير وانت آش مازال ما اختيارك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم بعبارة أخرى أولهم. ولذلك ربنا جل وعلا في بعض الآيات ما ذكرها لها: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. علاش يتكلم في هذه الآية؟ أخلاق الخلقين أجي قال بعدها ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الله كنا تتكلموا كيف يتكون الجنين في كذا من 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 شو من ثم إنكم بعد ذلك لميتون فينا الدنيا. ما ذكر ربنا جل وعلا الدنيا الحق راه الله المستعان. ليش ديتي منها والو وبلا شي واحد من الاخوان اللي يحكي لنا شي واحد من الاخوان الله تبارك وتعالى عوضه خيرا خرج ما عرف فين مشى خلى بحثوا فيه بلايين تحرق كله عن بكرات هذه فقط انت شي حاجه فينا هاكو الدنيا اللي يروح. الحقيقه هي هذه غير احنا الجاهل مرات الانسان تاي لا بأس ندير واحد من كتاب باش الإخوان نروح عليهم شوية باش نبينوا الحق في هذا الأمر. يعني شي واحد كان عنده أخوه غني وهو فقير وهذا الفقير خدام واحد الخدمة اللي هي تعتاش تعرف فخار دوك الناس اللي كنت يخدموا تيقدوا الغارف وكذا تدخل حولها شوية متواضعة الخوه ديالو لا واصل كيما نقولوا هذاك الفخار هذا اللي خدام في الفخار شي مرة رشقات ليه ويقول ما تنقد الملك شي هدية واللي يعطيني لها كذا وكذا من الأموال هو يمشي هو يقد واحد تنسمو حنا الحسكات اللي دار عليها الشمال عطاها الخطر وما يقدها حسكات بشوية طاقتين وكذا وتم غادي غادي قدام القصر قال لي بغيت نشوف الملك اش بغيت الملك نعطيها هدية سي اش بغيت هدية واش بغيت لا بغيت نشوف الملك والو نشوف الملك خلوه دخل عند الملك لا تكلم معاه قال لي جدك هدية مات هدية قال لي راه شد هذيك الحسكره في ديالها قبل تيكلمها فأعجب بها اش قال لي هما انظر باش يعطيوه الاموال كذا وكذا فصار غنيا عشية موضوعها صار غنيا ولات عنده اموال طائله اكثر من خوه الاخ ديالنا سمع باش بهذ القصه انه كذا كذا قال تا هو اش يمشي عند الملك اذا اش الا هو اعطاه في حسكه تاع التراب اموال وكذا وكذا انا الا درت شي حاجه اكثر غادي جمع كاع الكنيسة اللي عندو شرب هاد الدم وصابها في واحد الهدية في واحد القالب شوف واش قد بها فدخل عند الملك عطاه هاد الهدية قال لي جيب لك هدية مرحبا شدها الملك قال تكلم فيها ويقول دابا هذا اللي جاب لي هاد الدم كله اش بغيت نعطيه الدم عندو شوف هو يعطي هاديك الحسكة قال لي عطيت الدم شوف هو شحال جات لي المقدار تاع الدم عطاه الحسكات ثم خرج غادي في الحسكه وغادي في الحسكه تلاقى مع خوه الشايب وين الدم اللي كنقول تلاقى مع خوه قال لي كذا ما تكذا قال لي شتي القضيه شنو اللي فيها نجيب من الاخر قال لي اجيبها قال لي هي بات عندك وصبحت عندي واحد الدنيا حقيقة ما كاين شي واحد درج زاد يضرب باش خرج الانسان وهي بجلدو واحد شوف الناس مسالين والله معرفة الجميع الناس مسالين زورهم وليداتهم وكذا كانوا عايشين بين عايشين موضوح على شيء ولكن الانسان واش تيطعن شي ما عرفني خرجنا لينا اذا القضية شنو هي هو الانسان يعرف الحقيقة حقيقة ما مطلوبش اذا عرفتي حقيقة ما مطلوب توفق انا تيبان لي هذا هو بحال اللي قلنا بالراس اذا انت عرفتي فين غادي وعرفتي الطريق اللي غادي فيها راه توفق لا محاله توفق لا محاله ولكن الاشكاليه احنا اللي قلنا احنا في جيل انسان ثقيل ما عرفش فين جاي وما عرفش اش
الوضع اللي هو فيه. لذلك اللي توفق لحفظ القرآن وحضور مجالس القرآن، الله تبارك وتعالى فتح لهم باب من الخير لا يقدر بقدر. واللي بعيد عن القرآن كيما يقول اللي بعيد عن القرآن فهو محروم من كل شيء، فهو محروم بدون مبالغ، محروم من كل خير. لأن منبع الخير والبركة والكرم والتيسير والنور والروح وكلام ما تبارك وتعالى. فلذلك اللي تيملي أنا خويت اللي بيتشد باش توفق وعرفناش ما تطلب، وكان حوايج أخرى ربما الإنسان تذكرها إلى ما يبارك. تفضل أسيدي. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ، أنا عليكم محاضرة جميلة التي استفدنا منها. بعض المفسرين كيقول لك يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هنا تعود على محمد، يعني المحفوظ هو محمد عليه الصلاة والسلام انطلاقا من سياق الآيات، وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذه أولا. ثانيا، من ماذا حفظ الله سبحانه وتعالى؟ ما هي أدلة الحفظ؟ يعني اللي حفظ به الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، ثم من ماذا حفظه الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أنا أخي مشكور إن شاء الله على هذه الأسئلة. السؤال الأول، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حقيقة اختلف المفسرون فيما يرجع إليه الضمير. جمهور العلماء، بل منهم من حكى الإجماع كابن الجوزي وغيره، على أن الضمير يعود للقرآن لا للنبي صلى الله عليه وسلم، على أن الضمير يعود للقرآن لا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد حكى ابن الجوزي الإجماع عليه. ولكن أحيانا الإجماع قد ينخرم، وبعضهم ذكر لأن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الأقليات أو قول قليل من أهل العلم. بنجو حدا رجحوا على ما يعود إليه الضمير. الذي أرى العلم عند الله أنه لا مانع من حمل الضمير على العلين جميعا، وهذا صنيع إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. تيقول لك الآية إذا كان فيها أكثر من معنى، وهذه المعاني غير متضاربة، نحمل الآية على المعاني جميعا، ما دام أنها أش ما نتعرضش بحلاش. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الضمير يعود على ماذا هنا؟ على الله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ربك. المعنى يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل. والمعنى الثاني قالوا المراد العمل، ذاك الكدح ذاك السعي اللي سعيتي انت غادي تلقاه، وغادي الله تبارك وتعالى يجازيك به. طيب هنا اش اللي نقول؟ اش اللي نرجحوا؟ نرجحوا هذا ولا نرجحوا هذا؟ المعنى يعني غير متعارضين. اذا كنقولوا اش؟ انك كادح الى ربك كدحا فملاقي ربك وملاقي عملك. اذا نرجعوا الايه اللي احنا بصددها، وانا له لحافظون. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قول الاكثر على ان المراد بالضمير هو القران للسياق. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الضمير كتاب الهلوها يعود على قرب مذكور هو الذكر، وهذا من قول الأخير. أرنا على قول النبي أن المراد بالضمير النبي صلى الله عليه وسلم. أليس حفظ النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم من حفظ هذا القرآن؟ بلى يستلزم. إلا حفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم، راه تبع غادي يحفظ اش؟ غادي يحفظ كلامه، وبالتالي اش؟ لا تعارض بين المعنيين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو قضية الحفظ.
وهو قضية الحفظ، حفظ الله تبارك وتعالى بكلامه. ما نحتاج الآن ترى معك قضية حفظ القرآن، شو إذا بقاش كلام الله تبارك وتعالى له مدى 1400 سنة، وكيف يكيد له أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيره وما استطاعوا شاش يغيروا حرف حرف ما استطاع. اللي تقرأ الفاتحة في المغرب يقرأ فاش في جابون في فلسطين في السعودية فتح أي الفاتحة. أرنا الكتب الأخرى، الكتب الأخرى ماش من التوراة والإنجيل، شحال كلمة إنجيل دروك بلا عدد بلا عدد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أوكل حفظها لأهلها، قال بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا. أما هذا القرآن فربنا جل وعلا قد حفظه من التغيير. يمكن يمكن واحد القضية شنو هي؟ تلعب شوية في المعاني، تلعب شوية في المعاني، كيف كاين دابا واحد مجموعة تيجي الآية وتيفسرها باش بعقلو، ولكن حبل هؤلاء قصير سرعان اش ما ينكشفون. لأن ربنا جل وعلا وصف كلامه بالنور، والنور من خصائصه أنه يفضح اش يفضح المجرمين. جيت واحد البلاصة وظلمتها، شكون اللي يجي ليها؟ قطع طرق المجرم، واحد شنو درتي فيها الضوء؟ طرق كلشي. فلذلك شوف شحال واحد دابا الآن استخدم في إفساد معاني القرآن قبل كاع من هذا الزمن، وفي المسكوك مسكوك حتى شي حاجة. اللفظ محفوظ بإذن الله، اللفظ محفوظ وكذلك المعاني. ولذلك جاء في الخراج إنا نزلنا الذكر القرآن فاصدع بما تؤمر. أي واحد حاول يغير من المعاني ويجعل حاجزا بين القرآن وبين أهل القرآن، إلا الله تبارك وتعالى يكشف عورته ويهدم جدار الباطل الذي صنعه. إلى مدرك غنت. ولذلك غادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل عنه أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكما قال صلى الله عليه وسلم هل العلم تقول حفظ القرآن؟ فيهاش نوعان، حفظ من عنده سبحانه وتعالى، وحفظ ناش حيث إن الله سخر لهذا القرآن من يحفظه على مدى هذه السنوات. تذكر علم أمون أن يهوديا دخل في من دخل مع الزائرين، فكان هذا اليهودي حسن الخط جميل الوجه لسن، فأعجب به الخليفة مأمون. فلما أكملوا كمل جمعوا كذا عيط له، فقال له تسلم وأعطيك كذا وكذا؟ قال لا ما نسلمش. كان هذا حسن الخط وجميل الوجه وتعرف يتكلم. المأمون اللي شافوا بهذه المواصفات قال لي تسلم ونعطيك القد والقد، قال لي لا. داز واحد عام ولا مع عامين فإذا به أش يدخل في من يدخل من الحاضرين على الملك، وقد أسلم وقد أسلم. فلما كملوا الكذا قربوا منه، قال لي واش قصتك؟ قال لي نقلت لك أنا نسلم ونعطيك. قال لي شوف، قال لي كتبت نسخا من التوراة فذهبت بها إلى اليهود وغيرت بعض ألفاظها فاشتروها، وكتبت أناجيل فغيرت ما غيرت منها واشتراها أهلها، وكتبت آش مجموعة من آش القرآن، وحرفت أو غيرت فيه شيئا خليلا، فلما دخلت إلى الرحبة أعرضه للبيع. قال هذا حسن الخط، قال ايه مزرب ما اخذ واحد منهم الا وضربني به على وجهي ضياء انكشف الحال. قال فعلمت ان هذا الكلام محفوظ بحفظ الله، فكان ذلك سببا في اسلامي، فكان ذلك سببا في اسلامي. قال اي كتاب دابا ما يقدرش يوقف ثانيه قدام اشهد هجومات الاناش تمول. ها قران درنا لكم تاع كذا هكذا حاشياش ناطحا
جبلا ليهينه. لا لا لا، اشفق على راسي لا على الجبل كما قال الشاعر. ارجو ان اكون جاوبت. كيف؟ نعم تفضل. ولقد اتيناك 7 مليون المثاني زاد الله ربنا فهمها وتفسيرها زاد الله. ولقد اتيناك 7 من المثاني. اللام هنا الداخلة على قدر التحقيق، اللام الداخلة على قدر التي هي للتحقيق، هل تسمى لام الموطئة للقسم؟ يعني الكلام ابتدأ بقسم الله، والله يا محمد لقد آتيناك، لقد آتيناك 7 من المثاني. 7 من المثاني عدد آية القرآن 7، وسميت بالمثاني لأنها يثنى بها في قراءتها، تتكرر نظرا لاش المعاني التي تحملها، المعاني التي تحملها. ولقد آتيناك 7 من المثاني. إذا أعطيتك أعظم نعمة متمثلة فاش بالفاتحة، وصدق ربي، وصدق ربي. الفاتحة، الفاتحة هي اختصار القرآن، هي اختصار القرآن. أي معنى ذكروا لي ربكم يقول لك في الفاتحة، بيتي النبوات في الفاتحة، بيتي اليوم الإيمان باليوم الآخر في الفاتحة، بيتي الإيمان بالله في الفاتحة، بيتي الإيمان بالرسالات الملائكة كذا، أي حاجة موجودة في الفاتحة. فلذلك الفاتحة هي اختصار للقرآن. وإياك نعبد وإياك نستعين اختصار لاش الفاتحة. ولذلك ألف فيها ابن القيم رحمة الله عليه كتابه واش مدارس السالكة. وهل إياك نعبد وإياك نستعين كم الخصال؟ من يجيب؟ في الباء داخلاش باسم الله الرحمن الرحيم، هذيك الباء الاستعانة، الباء اللي هي الاستعانة اللي فيها انكسار وافتقار، بمعنى أن أشد وسيلة التوصل إلى رضا الله وكذا ومعرفة الخير وكذا، وافتقار إلى الله واللجاء إليه، واللجأ إليه. ما يذكر هو اختصار القرآن للكتب السابقة، واختصار الفاتحة للكتب السابقة، هذا ورد في بعض الأحاديث. لكن بعض العلماء يجتهد يقول لك هذيك إياك نعبد وإياك نستعين، يوم اختصرت لنا الفاتحة والفاتحة اختصرت القرآن، المختصرة فاش في باري الاستعانة. إذا ولقد آتيناك 7، إذا الفاتحة قعدت معها بشوية وكذا، راه عقيدة وحياة. لذلك انت ما يروح القضية، أي حاجة تذكرها في اليوم، تذكرها في لسانك ولا تسمعها في ودنك، عرف بأنه أش فيها مقصد عند الشارع. الشارع ما أش بيوصل لك واحدة الرسالة، لا تزربش. هذه الفاتحة فيها أش أعظم مطلوب، أشنو هو؟ ها؟ طلب الهداية الله يعطيك السلامة. أعظم مطلوب وأعظم مرغوب هو طلب الهداية. الإنسان أش تيبي؟ عنده مطلوب وعنده مرغوب وعنده اش مرغوب، شي حاجه تيطلبها تيرغب فيها وشي حاجه تيخاف منها. فلذلك ابتدأت باش بطلب اعظم مطلوب، وجدت سوره الناس المعوذتين اش فيها اش بيان لاعظم مرغوب، قل اعوذ برب الفلق من شر ما، قل اعوذ برب الناس. فجاءت السوره الاولى اللي هي فيها اعظم مطلوب ومرغوب، وانتهت باش ببيان اعظم مرغوب، وما بين ذلك تفصيل وبيان داش للمطلوب وللمرغوب ومرغوب. هنا اش المناسبه بين اش؟ بين اول بين سوره الفاتحه وسوره الناس. هذيك ولقد اتيناك 7 من المثاني والقران العظيم، هذيك الاولى تيسميوها اش؟ عاطفة، ولكن ماشي العطف الذي يفيد المغايرة، العطف الذي يفيد عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. وكيناش عطف الخاص على العام. إذا قلت لك مثلا تهلا في هذا الوليد وتهلا في هذا الناس، تهلا في هذا الوليد وتهلا في هذا الناس، خاص عام، عطف العام على الخاص. شحال وصيت باش تهلا في هذا الوليد؟ شحال مرة؟ جوج. بعد الساعة مرة بوحدو
ومراش معكم. أشنو ميزته؟ عنده شي ميزة، لذلك أوصف به. طلف هاد الناس وطلف هاد الدين، طلف هاد الناس وطلف هاد الدين. شحال وصف عليه مرة؟ جوج. يتمادى عطفاش الخاص على العام. حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى. ولقد آتيناك سبعا والقرآن العظيم. هذا في فائدة أش؟ في تنبيه لاش لأهمية ذلك الخاص، لأهمية ذلك الخاص. إذا في أش؟ تنويه وإشادة وبيان قيمة وقدر الفاتحة. ولذلك أش تسمت الفاتحة؟ شنو الفاتحة؟ شنو الفاتحة؟ السر، السر. فاتحة هي سر الخير، سر البركة، سر الفهم. أي حاجة بيتي هي الفاتحة. المدخل البوابة تاع البركة والتيسير والخير والفهم الصحيح هو الفاتحة. اللي تمسك الفاتحة وقرأها انزياء تبدا الخير كله. الحمد لله. أش تفهم دابا الحمد لله؟ الحمد لله. تكلموا في الحمد لله بقينا أنا ماشي أنت تقول العلماء. الحمد لله. بتكلم على أب وسير الحمد وسير الله وسير فضل الجلال وسير الحمد عشان يقول الشكر وعشان يقول أحمد. بقيتي تمام كل حاجة من الخيال. القرآن هو هذا القرآن. تخصك مش معي مش مدي باش غاش بحال شي حاجة غاش من نقول لك. الحمد لله مثلا الحمد علاش ما تقول الحمد لله الرحمن مثلا علاش ما تقول الحمد لله الجبار علاش الحمد لله وعلاش كي ما تقول احمد الله جيب الفعل المضارع علاش جبت المصدر ما دلاله المصدر ما دلاله الفعل لا غير ذلك. الفاتحه هي مفتاح الخير. انظروا شيخ اخواني سوى القرآن شو معيته؟ جزا الله خير الشيخ، جزا الله خير على فضائل هذه الفضائل. سأل الله أن يتقبل منكم وأن يجزيه خير الجزاء. سأل الله أن يتقبل منكم حضوركم وإصغاءكم وإنصاتكم. ونسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا ممن قال فيه رب العزة جل وعلا قوموا مغفورا لكم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كيف ستفعل؟ وهي صفي ندير إنهاء.